الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نقرأ القراءة في كتاب الشريعة. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ذل الحوادث والسوء في ذلك وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم واختلوهم. قال محمد بن حسين: لم يختلف العلماء قديما حديثا أن الخوارج الخمس عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني هنا يمكن أقول مسألة، ولماذا لم يختلفوا قديما وحديثا فإن الخوارج قوم سوء؟ فلو قلنا هنا ما حكم مسألة، قل مسألة رقم واحد مثلا، ما حكم الخوارج من حيث الكفر وعدمه؟ العلماء اجمعوا أنهم قوم سوء، لكن هل هم كفار خارجون من الملة أو ليسوا كذلك؟ دي مسألة محتاجين نعرف أقوال أهل العلم في الخوارج من حيث الكفر، من حيث الكفر وعدمه. طيب، تفضل. اكتبوا عن هنا ذي المسائل عشان يعني نتكلم عليها لاحقا إن شاء الله تعالى. تفضل. سيخرج على قديم حديث أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وليس صلوا وصاموا وصحبوا بعباده، فليس ذلك النافع لهم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك النافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهواهم. بموهون على المسلمين، وقد حذر الله تعالى منهم، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعدهم، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. والخوارج هم الشغلاء الأنجاز الأرجاز. طيب، يعني ممكن هنا أيضا المسألة عشان تضبط البحث المتعلق بالخوارج ممكن تعنون له في المسائل. فلو قلنا أيضا هنا مسألة أسماء الخوارج، الخوارج كطائفة لهم أسماء، هذه الأسماء منها ما يقبلونه ومنها ما يرفضونه ومنها ما يقبلونه بوجه ويرفضونه بوجه. يعني مثلا أشهر أسمائهم الخوارج، فهم يقبلون هذا الاسم باعتبار ويردونه باعتبار. فمثلا لو أنت فسرت الخوارج بأنه الخروج من الدين، يقولك لا، لا يقبل هذا المعنى لهذا الاسم. لو فسرت الخوارج بأنهم الذين خرجوا عن الجماعة، يقولك لا، لا نقبل هذا التفسير. طب هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي، يقولك لا، لا نقبل هذا التفسير، لأنهم يرون أنفسهم الأصل، وإن أمير المؤمنين رضي الله عنه هو الذي خرج عنه، يرون أنفسهم جماعة،
فلو قلت الخوارج بإذن الخوارج الجماعة لا يقبلوا ذلك منك، لأن سيأتيك أن الإشكال عندهم سوء فهمهم، لا يفهم الأمور على وجهها. طبعا الخوارج هم الذين خرجوا من الظلمات إلى النور، يقول لك ماشي، خرجوا من الضلال هذا يقول لك ماشي كده صح. هنا سماهم قال والخوارج هم الشراه، أيضا هذا من الأسماء التي أطلقت على الخوارج الشراه، وهم يسمون أنفسهم كذلك، يقول نحن الشراه. وأهل السنة تسمين كذلك الشراه، لكن هم يفسرون الشراه بأنه جمع لكلمة شاري كقضاة، جمع قاضي. لو قلت اجمع قاضي تقول ايه؟ قضاة. اجمع شاري شورى. طب شاري دي جابوها منين؟ قالوا ومن الناس من يشري نفسه. يعني يشري نفسه؟ يبيع نفسه. قالوا احنا الشراء بعنا انفسنا لله. بعنا انفسنا ايه؟ هم يفسرون هذا الاسم عن هذا النحو. طيب هل أهل السنة لما سموهم شراه أهل السنة يقصدون هذا المعنى؟ لا لا، شراه من شارية شارية وليس شرا. شرا تطلق اشترى وباع، لكن شارية كلمة شريعة يعني بناء المبالغة استشرى. لما أقول لك استشرى، استشرى الخير ولا استشرى الشر؟ كلمة استشرى نسمعها فيه استشرى. طيب فشريعة تطلق على الشخص الذي استطار شره واستطار سوءه واستطار غضبه. دون أن يرجع، يعني يقول لك استشرى الفرس في سيره، يعني انطلق دون توقف. فهم شراء بمعنى أنهم فسدة، بلغوا في الفساد غايته في علاقتهم بالمؤمنين. وعندما يتعاملون مع المسلمين يتعاملون بقلوب امتلأت غضبا وحقد وغضبا كما سيأتي. يعني لما خرجوا واستقلوا بناحية من النواحي ظهر عندهم ما يسمى بالاستعراض، يعني إذا مر به إنسان أو جماعة أو هم مروا بإنسان أو جماعة يستوقفونه يسألونه أنت إيه دينك؟ لو قال نصراني يتركونه، يقولون هؤلاء ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله رسول أوصانا لهم خيرا. أقال يهودي يتركونه، هؤلاء من أهل الذمة. أقال مسلم يختبرونه، إيه رأيك فعلي؟ وقال صحابي أمير المؤمنين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهر ابنته ومن أكابر المؤمنين يقتلونه لأنه يرى رأيا غير رأيه. يبقى لا يتركونه إلا إذا قال إنه نصراني أو يهودي أو مجوسي أو يرى رأيه.
يعني مروا ذات مرة عبد الله بن خباب بن الأرد، خباب بن الأرد صحابي مشهور أوذي في سبيل الله، وكان معه جاريته فأخذوه، أخذوا جاريته معه كانت حامل، فلما عرفوا أنه ابن خباب بن الأرد يبقى كده من الهدى والنصارى، يبقى كده إيه؟ مش هيسيبوه؟ تعال إنه هو يمشي معهم. واحد منهم وجد تمرة فأخذها فأكلها، فأنكر عليه أصحابه: تأكل تمرة؟ لعلها من نخل أهل الكتاب، كيف استحللت ما لهم وهم ذمة رسول الله؟ فقال لهم خباب: أنا أعرف شيئا أعظم حرمة من هذه التمرة. قالوا: ما هذا؟ قال: أنا المسلم أشهد أن أعظم حرمة منها، سيبوني. لم يتركوه، ذبحوه على شاطئ النهر وبقروا بطن جاريته وأخرجوا منها الحمل. شراه قلوبه ممتلئة غضب وحقد على المسلمين كما سيأتي في وصف من وصف له. إذن الشراه هم الذين اشتد فسادهم، شرهم، غضبهم على أهل الإيمان. وبعدين المسألة الثانية، أسماء الخوارج لهم أسماء كثيرة، لكن فقط معلم صدر. والخوارج هم الشراة الأنجاس والعجاس، ومن كان على منهجهم من سائر الخوارج. طيب، بدأت هنا أيضا مسألة، هل الخوارج قوم مخصوصون هم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يخرجون على حين فرقة من الأمة ويقتلهم الصحابة وانتهى أمرهم، ولا الخوارج ليسوا محصورين في هؤلاء الأوائل؟ طيب هنشوف. تمام، تبدأ أيضا مسألة. يبقى عندنا كم مسألة الآن؟ واحد، حكمهم من حيث الكفر والإيمان. مسألة الثانية، أسماؤهم. تمام، المسألة الثالثة، هل الخوارج محصورون في من خرجوا على علي رضي الله عنه أم ليسوا محصورين فيهم؟ طيب تفضل. ومن كان على الأهل من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين، فأول من طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، فقال: أعلم يا محمد، فمن أراك فأعلم. فقال: ويلك. شوف يعني شوف سيأتيك النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم بأوصاف، وهو العلم ذكرهم بأوصاف، بعضهم أوصلها إلى 40 وصفا، لكن هي دون ذلك لا سيما التي جاءت في الأحاديث. ما فيش فرقة من الفرق تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحدث عن الخوارج. وهنا ممكن نعاني بمسألة جديدة، المراحل المتعلقة بالخوارج، المراحل الزمنية. يعني احنا مثلا لو تصورنا المراحل الزمنية المتعلقة بالخوارج، فقلنا مثلا استغفر الله عندنا
ثلاث مراحل زمنية. هنحط كده مرحلة وسط، وناخد هنا فوق مرحلة، وهنا تحت مرحلة. المرحلة الوسط لحظة وجودهم التاريخي، يعني متى وجدوا، متى وجدوا في الواقع. المرحلة قبل كده قبل خروجهم. طيب لو قبل خروجهم لسه ما وجدوش في الواقع، هنستخدم معلومات المرحلة دي منين؟ ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عنهم قبل خروجه. يبقى المرحلة ديت بعض الباحثين يسميها وجود الصفات دون وجود المسمى. النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ وصفه المتكلم عنه، ولم يكونوا قد خرجوا في الواقع. طيب هنا بعد خروجهم طيب قبل خروجهم انت عاوز تعرف ما يتعلق بالخوارج قبل خروجهم، من اين تستقي هذه المعلومات؟ المصدر الرئيسي كتب الحديث. المصدر الرئيسي للمعلومات، المصدر الرئيسي رتبها انت بالشكل ما شايفه، كتب الحديث. كتب الحديث، ولذلك كثير من اهل العلم يدرجون هذه الاحاديث في باب دلائل النبوه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن غيب مستقبل فوقع كما اخبر صلى الله عليه وسلم، فهذا من دلائل النبوه. طب لحظة وجودهم التاريخي، فين الكتب اللي ناخد منها المعلومات المتعلقة بلحظة وجودهم الخارجي، لحظة خروجهم وما يفعلوا في الواقع؟ طيب أحسنت، كتب التاريخ والسير. حتى هذا هناخدها منين؟ كتب التاريخ والسير. قبل أن نكمل، أصلاً يعني إحنا لو شفنا الأشاعرة مثلاً، أشاعرة لهم موجودون ولهم علماء ولهم مدارس، والأشاعرة لهم كتب كثيرة من أول ما نشأوا حتى الآن، كتب يدورون فيها عقائدهم. فأنا لو سألتك هل الخوارج لهم كتب دونوا فيها عقائدهم أم لا، ولا ما تعرف شيء؟ عشان بس نركبش بعض. طيب الله أعلم. طيب ليس لهم كتب، يعني حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رغم اطلاعه الواسع على كتب المذاهب يقول أما أقوال الخوارج، يعني في معنى كلامه، وأما أقوال الخوارج فإنما ننقلها من أقوال الناس عنهم، أما هم فليس لهم كتب أو مثل أو كما قال معنى ما قال رحمه الله. المهم ليس لهم كتب مدونة نعرف منها مذاهبهم، وإنما نعرفها من نقل الكلام عنهم. طيب كتب الحديث دي بنرجع لها علشان نعرف الخوارج قبل خروجه. طب كتب التاريخ والسير لحظة وجودهم. طب بعد خروجهم نرجع لأي كتب؟ مش إشكال، التاريخ ممتد معانا من قال العقيدة. طيب بعد خروجهم بنرجع لنعلم الكتب. الخوارج دول انتبه قوم لهم رؤى وأفكار، عندهم عقائد ومعلومات معينة، لكنهم خالفوا بقية الطوائف في أنهم لم يكتفوا بهذه المعلومات والعقائد والأفكار، وإنما بنوا عليها تصرفا عمليا. اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ قتل المسلمين، قتل. في كتب اهتمت بالجانب العلمي، وفي كتب اهتمت ببيان
الموقف العملي منهم، كيف نتعامل معهم عمليا. الكتب اللي اهتمت بالجانب العلمي كتب المقالات والفرق والعقائد، المقالات والفرق والعقائد. الكتب دي بتعمل ايه؟ بتسرد اقوالهم وتحذر منهم. التحذير غالبا بيكون في كتب العقائد العامه زي كتاب الشريعه، يحذروا منه. كتب المقالات والفرق تسرد اقوالهم التي خالفوا بها اهل السنه. واضح نعم؟ في اشكال او غير غبش؟ طيب النوع الثاني من الكتب تتوقع هيكون ايه؟ أو كتب الفقه، من قال كتب الفقه؟ أحسن، كتب الفقه. كتب الفقه تهتم بالموقف العملي الذي ينبغي أن نقفه منه، كيف نتعامل معه؟ عمليا. طيب. من ضمن الكتب اللي تناولت أيضا الخوارج كتب الأدب، لكنها من وجهة نظر مؤلفيها كانت تتناول جانب الأدب، أشعارهم، خطبهم، لأنهم كانوا أصحاب فصاحة وبلاغة، وقد وصفهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: يحسنون القيل ويقولون من خير قول البرية، يحسنون القيل ويسيئون الفعل. هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام له. ففصاحتهم هذه بتخدع الشباب، بتخدع الناس، بتخدع وتغريهم. احتمالات وتدفع عملك مثلا أصلا إصدار إعلامي كده ومؤثرات صوتية ومؤثرات بصرية، ويخرج يخطب بحماسة يدعو إلى تحكيم كتاب الله ويدعو إلى تحكيم شرع الله، ويظن أن الناس الظلمة الذين لا يحكمون من أنزل الله ويدعو. كل هذا تكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال كما سيأتي في معنى كلامه: يدعون إلى القرآن وليسوا منه في شيء. شايف؟ وقاعد يخطب له تحكيم الشرع وتحكيم الظلمة وبيبين الناس وبيجن الناس وبيقتلوا الناس، وهو أول ما يمسك السيف أكثر الناس قتلا للناس هو، وأكثر الناس سجدا للناس هو. يحسنون القول ويسيئون الفعل. واحد من الشباب يجي يقول تمروا إلى الشريعة مثلا زي داعش مثلا كأكثر صورة معاصرة مشابهة للخارج، لكن على كل حال عند التحقيق والتدقيق هم أسوأ من الخوارج. يعني إيه؟ يعني لم يبلغوا منزلة الخوارج، يعني الخوارج أفضل من حالة الخوارج. يعني لما تناولهم العلماء بالدراسة وقارنوا بينهم وبين داعش مثلا تجد في فرق ضخم في مسألة ما يسمى بالمبادئ. يعني إيه؟ يعني الخوارج قوم مبادئيون يحطوا مبدأ ويطبقوا على الجميع، وأوله زعيم الذي نصبه خليفة، ولذلك كثرة من شقاقات. خدت بالك؟ يعني واحد مثلا منهم عليه الوقت في نص، ده واقع هؤلاء من أئمتهم يعني، فتأخر في السداد، دول أئمة كبار فيهم، فيقول له أعطيني المال، دول أسماء كبيرة، زعماء فرق، هم أكثر من 10 فرق، بعضهم أوصلهم من 20، فواحد من السلف من الثاني، خلي بالك دول الزعماء والكبار في الفرقة، في فرقة واحدة من الاثنين، يقول له الفلوس، سيد دين. يقول له إن شاء الله أن أقضيها وسأقضيها. فالثاني يقول له طب شاء الله. قال لو شاء الله لفعلت، لكن لم أفعل إذا لم يشأ الله. قال لا، بل أمر الله بسداد الدين، وإذا أمر بشيء شاءه. قال لو شاء كنت أنا عملت، بس أنا عملت بلا ما شاء الله. قصة المشاهد عندهم قصة، واحد مكفر الثاني وكل واحد ياخد جماعة وعمل فرقة. دي عقولهم دي عقولهم. طيب يطبق كده على يكفر الزعيم بتاعه ويكفر الزعيم بتاعه، مش هم كانوا في جيش سيدنا علي وكانوا بيقدموا تحت رايته لما اختلفوا معاه عمل ايه؟ كفروه.
لكن داعش المعصوم لا، القاده الاولين دول خط احمر محدش غلب منهم. اوعى حد يتكلم عن الصف الاول ده، بل يجعلون القاده العسكريين فوق القضاه الشرعيين. فلما يلاحظوا انهم ليسوا مبادئيون بمعنى لا يطبقون المبدأ على الجميع، فيشلون السلطنه الظالمه. خدت بالك؟ وليست الخلافه العاديه. فهم اصحاب الفصاحه والبيان، فالادباء يتعلقون بهذا. يعني مثلا كانوا في عندنا في الازهر واحنا في الاعداديه، من يذكرني بقصيده قطريب الفجاء، وهم الخوارج نسيتها الان، فلهم اشعار ولهم ادب، وهذا يبين لك صدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم انهم يحسنون القيل ويحسنون الفعل. الذي اريد ان اقوله ان احد الشباب مره بيتكلم يقول ده داعش بيحكم الشريعه و... طيب انا اسالك سؤال، انظر في الدساتير المعاصره، دساتير الدول القائمه، وروح شوف دستور ايران، وان الاصل تطبيق الشريعه والعدم الخروج عنها، وهم في الواقع يطبقون الشريعه، حتى ان المراه في الشارع ما تمشيش ايه؟ متبرده. حتى هذه يمنعونها. ايه رايك؟ تبقى شيعي زيهم؟ القصه ليست محصوره فقط في شعار. الاسلام خريطه كبيره. في كثير من الاعمال خريطه كامله. فلو خدت نقطة كده زي ما بتعمل في التليفون اللي هو التاتش ده، لو خدت نقطة ووسعتها ومليت الخريطة بالنقطة دي، عملت في بقية الإسلام ضيعته. فلو جعلت النقطة تتمدد في ذهنك كنت ضيق الصدر. لا تحسن، يعني سامحني في العبارة، فهم الأمور على وجهها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من أوصافهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة صلاتكم ليست إلى صلاتهم بشيء، كأن باللغة بتاعتنا المعاصرة صلاة جنب صلاتهم صفر. قراءتكم ليست إلى قراءتهم بشيء، ده كلام مين؟ يتلون كتاب الله رطبا، يعني رطبا، يعني لسانهم ده ما بيبطلش دايما في القرآن. ما هو لو سكت شوية لسانك هينشف، مش هبقى رطب، يعني لا يتركون القرآن ليل نهار. ومع ذلك يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لو أنت أدركتهم أنا حي لن أبقيهم أحدا. سيدي الشاب يقول شوف لو بيطبقوا الشريعة ده بيعملوا ده بيسألوا ده شو من ضيق فهمه وعدم اعطائه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حقه في الفهم. يعني انت لو شفت الصفات التي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام والتي هي في ظاهرها حسنه، ومع ذلك في النهايه يقول عليه الصلاه والسلام لئن ادركتهم كل شيء عندها مشكله. ليه؟ هتعرف السر اللي بلاش كمان. طيب هو لما الاجر هنا هيبدا، يعني على فكره الباب ده الخامس ده مقدمه للباب السادس، يعني هو بعد ما يذكر كلاما مرسلا دون اسانيد ودون ادله سياتي الباب السادس. ايه؟ عنوان الباب السادس ايه؟ اقرا كده عنوان الباب السادس. ها؟ ذكره ايه؟ فيما ذكرنا. يقول شوف الكلام اللي قلت لكم ده، تعالوا بقى نقول لكم على الادله بتاعته. يبقى انت رتب المعلومات في ذهنك لما عشان ما تضيعش في بالنسبه لدراسه الخوارج. ثلاث مراحل زمنيه. لحظه الوجود التاريخي بتاخد اخبارهم منين؟ قبل وجودهم اللي هو فكره وجود الصفات دون وجود المسمى. يعني الصفات موجوده لكن هم في الواقع مش موجودين، ناخدها من كتب ايه؟ الحديث. حتى من كتب الحديث.
طب بعد خروجهم كتب الفرق والمقالات والعقائد وكتب الفقه، وتجب لهم أخبار في كتب الأدب من حيث الاهتمام الأدبي من أشعار الخطب والقصص المستملحة. طيب تفضل. فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، فقال اعدل الى المملكه صلى الله عليه وسلم، فقال ويك من يعدل اذا لم يكن اعدل، فارد عمره قتله منعه النبي صلى الله عليه وسلم واخبر ان هذا واصحابه له يحمل احدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون بالدين، وامر في غير حديث بقتالهم ومن يفضل قتله او قتله. طيب من صفات الخوارج التي ثمره ومستنبطة من خلال حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن واقعهم أنهم يحتقرون أهل العلم وأهل الفضل، لأنه شايف أن العلم هو الذي عندهم فقط وبعده ضلال، لأنه هو عنده مشكلة، هو يتمسك بالقرآن. يعني سيأتي في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في معنى حديثه يحسبون أنه لهم وهو عليهم هو القرآن. طب هو معنى القرآن ده هياخده من مين غير الصحابة؟ هو ما لحقش النبي عليه الصلاة والسلام، وبياخد معنى القرآن من مين؟ طب هو بيكفرهم وهيهتدي لمعنى منين؟ كده سيهتدي لمن أولى؟ لا هيهتدي، ولذلك ما فيش حد عالم عنده إلا هو ومن كان على رأيه. وسأتي مزيد بيان في تعليق الأحاديث. تفضل. لما يقول ثم هو الآن بيتكلم عن المرحلة التي إيه؟ قبل الخروج. يقول ثم إنهم خرجوا. يبقى المرحلة الأولى نحن قلناها إيه؟ ماشي؟ تفضل. ثم إنهم خرجوا بعد ذلك من بلدان شتى واجتمعوا وأظهروا. أظهروا خرجوا من بلدان شتى. دي مرحلة من مراحل هنخليها برضو قبل وجودين التاريخ. لأن هو يقصد هنا إيه؟ يقصد الأحداث التي مهدت لخروجهم بالفعل. يعني أنت حط عنوان عندك الأحداث التي مهدت لخروجهم بالفعل، الفقرة دي سماها كده، يعني الأحداث التي مهدت لخروجهم بالفعل. هو هنا يقول ثم أنهم خرجوا بعد ذلك من بلدان شتى. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أخبر أنهم يخرجون من المشرق ويخرجون على حين فرقة، اللي هو الخروج اللي تم فين؟ في الكوفة. طب بلدان شتى ازاي؟ لا دول لسه ما خرجوش، دول مرحلة من مراحل التمهيد لخروجهم. الأحداث الفعلية اللي هي ايه؟ اللي هي قتل سيدنا عثمان. فأنا بيتكلم في المرحلة دي عن قتل سيدنا عثمان. قتل سيدنا عثمان حركهم ابن سبأ ومن معه، وكان مصدر او قاعدة انطلاقه مصر. طبعا راح مكان قبيل شيء انه راح عشان يبدأ يطعن في امير المؤمنين عثمان. يعني انت الان شفت الراجل الخارجي ده اللي كان امام النبي عليه الصلاة والسلام ما عجبوش الجسمة، معدوش ايه؟ الجسم. يعني الامر الان علمي والامر يتعلق بالامور المادية الصدقات، معدوش الجسم. فانت ممكن شوف في اعدل من رسول الله، الرسول بيجسم معدوش الجسم. يبقى ممكن تلاقي في زمن ابو بكر الناس مش عاجبهم بسمته. وطبعا كان بيت المال اساسي كمصدر اساسي للناس في زمانهم. طب ممكن تلاقي عهد سيدنا عثمان اتسعت الدولة أكثر وكثر الناس أكثر، ودخل في الدين أرقاء الديانة، ودخل في الدين عبيد، ودخل في الدين عجم،
ممكن واحد يلعب في دماغ واحد ان انت الخلافة مش مصلاة لحجك ولا لا؟ ودي النقطة اللي هو بدأ يركز عليها ابن سبأ من ضمن النقاط. انت عارف الحاجة العجيبة؟ ابن سبأ والمجموعة اللي معاه بيقول طب انتوا عارف ده عثمان عمل حاجات ما عملهاش النبي عليه الصلاة والسلام، خرج عن حد اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. عمل ايه؟ كتب القرآن في مصحف ولم يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد. جمع الناس على كتاب على مصحف واحد. دي ذنب ولا حسنة؟ من أعظم الحسنات التي قامها عثمان. سيجعله عند الجهلة ايه؟ يجعله عند الجهلة ذنبا. تعالوا ده ما حضرش غزوة بدر. طيب سيدنا عثمان في غزوة بدر كان فين؟ كان يمرضها بأمر من؟ بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. يعدون ذلك ذنبا. وما لما حصروه في البيت بيقولوا تعالى انت ما حضرش غزوة بدر وانت جمعت الناس. فبدأ يقلبه. الكلام ده هيمشي على الصحابة وأبناء الصحابة وأتباع الصحابة في مكة؟ لا. هيمشي على الصحابة وأبناء الصحابة في المدينة؟ لا. إجا في مصر مشي على ناس جهلة هنا. أثر على مجموعة في البصر، أثر على مجموعة في الكوفة. وجعلوا حاطين خطة ليذهبوا وليقتلوا عثمان رضي الله عنه. فهو يقتل إلى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفضل. ثم إنه فرض بعد ذلك أن ينسكت واجتمعوا وأظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني شعرهم كان الأمر بالمعروف في منكرات لابد أن ننكرها، والمعروف قد ضاع فلابد أن نعيده. أنت خدت بالك؟ انتبه جدا مثل هذه الأشياء. ولذلك في أول كلام قال يمرهون على المسلمين، يخدعون الناس. يخدعون الناس. تمام؟ وجل عمله في المدينة. تفضل. حتى أخرج من المدينة فقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كان في المدينة في ألا يقتل عثمان، فما أطلق على ذلك رضي الله عنه. طيب المسألة دي فيها تفصيل طويل لا يحتمل الوقت، سنذكرها في وقت تالي. مقتل عثمان رضي الله عنه كمقدمة لظهور الخوارج. لو سألتك سيدنا عثمان رضي الله عنه ما تاريخ مقتله؟ ايه؟ تمام. شهر ايه؟ هذا أمر مهم جدا. شهر ذي الحجة، يوم كان يوم 18. 18 ذي الحجة ده الحجاج لسه في مكة ولا راحوا بلدانهم؟ يعني هو في 4 أيام إبراهيم يروح، يعني اللي بيحج من المدينة وخلصوا 14 أربع أيام كفوا يروحوا المدينة. ومش طيارات أيام على فكرة، ولا أتوبيسات لسه ظهر، ولا عربات تكر حد. ركز في الجواب. لسه الحجاج ما رجعوش بلدانهم، وبالذات الحجاج اللي منين؟ المدينة على الأقل بتاخد كم يوم؟ 10 أيام. ودي الخطة اللي حطوها هؤلاء الخبثاء. أظهروا أنهم طلعوا من مصر طعام البطن، أظهروا أنهم رايحين إيه؟ يحجوا. وما لقوش وقت يكون المدينة فاضية فيه إلا في موسم إيه؟ الحج. هم ما قتلوش بعد 8 و18 مرة واحدة، ده فضلوا محصرين البيت أياما. يعني الناس تحج وهم إيه؟ يفسدون في المدينة. فكان الصحابة اللي موجودين في المدينة ذاته قليلون، بل وكان التابعون قليلون، وأكثر الموجودين في المدينة الخدم والعبيد. فيهم عجمة وفيهم جهل. تصور بقى العبيد اللي شغالين في المزارع المحيطة بالمدينة لما حبوا منهم تعالوا هندوكوا حتة. يعني ايه؟
بس عشان تاخد بالك، فلما بيقول اجتهد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتهد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بالمدينه في ان لا يقتل عثمان، فما اطاقوا. ليه لم يطيقوا؟ ها، لقلتي عددهم. طب كان الصحابه فين؟ وابناء الصحابه واتباع الصحابه كانوا فين؟ في الحج. حتى امهاتهم كلهم كنا في الحج في هذه السنه، سنه 35. فانتبه، كما الان الفسد والجنون والظلمه في كل عصر يتكلمون عن الصحابه بالسوء ويصورونهم انهم تركوا عثمان رضي الله عنه. انتبه، خلي بالك، ما تكونش خفيف العقل. طيب، احنا الان لا نشرح كلامه وانما ننبه على بعض الامور. تفضل. ثم خرج بعد ذلك على امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. ودي لحظه الخروج بقى التاريخي اللي النبي عليه الصلاه والسلام تكلم عنه، قد يخرجون على حين فرقه طائفتين من الامه يقتلهم اولى الطائفتين بالحق، لكن قتلت عثمان كان في فرقه وكان في طائفتين ما كانش، لكن هي الاحداث التي مهدت لذلك كما سياتي كما سياتي. طيب، لحظة خروجهم التاريخي سيشير إليها الآن الأجري رحمه الله. تصبر. ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يرضوا بحكمه، وأظهروا قوله وقالوا لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد الرد بها الباطل. كما سيأتي في الحديث. انتبه. دي بقى يقولون من خير قول البريه. في اشكال ان حد يقول لا حكم الا لله، لكن سيدنا علي قال ايه؟ كلمه حق. ارادوا بها باطل، جنون. وخلي بالك كثير من يحملون السيف والسلاح في هذه الازمنه من بعض الطوائف واشهرهم داعش يسلكون هذا المسلك، يقولون من خير قولي البرية، لكن أفعالهم ليست على قول خير البرية. فشوف شوف شباب صغير السن، النبي عليه الصلاة والسلام قال عنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. طب مش هاتف الحديث، يعني حدثاء الأسنان؟ أنا عارف صغيرة ما عندوش تجربة في الحياة، مع ذلك سفهاء الأحلام، الأحلام العقول. فجمعوا بين عدم التجربة والطيش والسفه. النبي صلى الله عليه وسلم في سفهاء، بيقرأ القرآن ليل ونهار ومقطع نفسه من العبادة. فواحد يخدعك ويضحك عليك، خلي بالك في موازين تزن بها الناس، هي الموازين الشرعية مش الموازين العاطفية. خد بالك كيف تتعامل مع هذا الواقع؟ بعلم وليس بجهل، وبحكمة وليس بسفة. النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول ايه؟ حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام، ايه عكس ايه عكس السفه؟ الرشد. ايه عكس السفه؟ الحكمه. يعني ما عندهم رشد ولا لا رشد ولا حكمه مع صغر سن، ويروح يقول لامير المؤمنين علي بن ابي طالب لا حكم الا لله. هنا نشير الى الحدث اللي كان سبب في خروجه مباشر، وهو قصة التحكيم. قال ولم يرضوا بحكمه. ولا يعلم في التاريخ قصة شوهت وحرفت عن وجهها، يعني في تاريخ الخوارج، كقصة التحكيم. درسها في المدارس غلط، تقرأها في الكتب غلط. لأن أريد أن الكتب اللي تكون في الصدارة هي الكتب التي حرفت هذه الحقبة التاريخية. أنا لو سألتك مين الطرفين اللي فوض إليهم أمر التحكيم؟ الطرفين سيدنا عمرو بن العاص من جهة من؟ من جهة سيدنا معاوية. والطرف الثاني سيدنا موسى الأشعري من جهة من؟
سيدنا علي. تعال لما تيجي تنظر في قصة التحكيم في كتب المدارس والكتب المحرفة، يصور هؤلاء الناس أنهم عصابة مافيا. نعم. ليس الصحابة. طيب أنا لما أحب أتعرف على أبي موسى الأشعري أتعرف عليه من خلال كلام مين؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لما أحب أتعرف على سيدنا عمرو بن العاص أتعرف عليه من خلال مين؟ لما أحب أتعرف على سيدنا معاوية أتعرف عليه من خلال كلام مين؟ تعال شوف حقائق كده عشان تعرف إن بسبب جهلنا بيضحك علينا. أمسك سيدنا موسى الأشعري، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آلي داود، كان أحسن الصحابة صوتا بالقرآن. في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، دي اسمه موسى الأشعري، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. لدعاء مين؟ لمين؟ لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يولي واليا على جهات في اليمن يحكم فيهم بالعدل ويقيم فيهم دين الله ويعلمهم القرآن والسنة، النبي اختار من يوليه؟ هل يختار رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مغفلا؟ مش هم صوروا سيدنا موسى العشر في قصة التحكيم رجل مغفل؟ هل يختار رسول الله واليا مغفلا؟ انتبه. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء سيدنا عمر، اتسعت الفتوح، كلفه بإمارة جيش، فتح الله على يديه تستر، فتح الله على يديه أصبهان. انتهت القصة. ولاه عمر إمرة البصرة، من اللي بنى البصرة؟ سيدنا عمر. ولاه إمرة البصرة. سيدنا عمر مع الولاة كان شكله إيه؟ كان بيعمل إيه في الولاة؟ شكوا إليه سعد بن أبي وقاص فعزله. طول مدة خلافة سيدنا عمر مات ولم يعزل أبا موسى. يبقى أبو موسى عند سيدنا عمر ماله؟ ثقة، أهل ديانة، وأهل فضل، وأهل علم، وأهل إمارة، وصاحب سياسة. مات سيدنا عمر، جاء سيدنا عثمان، استمرت ولايته على البصرة والكوفة في بعض الفترات حتى مقتل سيدنا عثمان. كم سنة؟ سنين طويلة يتولى ولايات للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعده. يقرأ الناس القرآن وعلمهم الدين ويقوم فيهم العدل ويسوسهم رضي الله عنهم. إذن من جهة الإيمان في الذروة العليا، ومن جهة السياسة والحكم في الذروة العليا. كده لما تتكلم عن الأشخاص ما تاخدش معلوماتك من الكذبة هؤلاء. نعم. قصة التحكيم ستأتي بالتفصيل، لكن بس أنا بديك إضاءات كيف تتعامل. سيدنا عمرو بن العاص، النبي عليه الصلاة والسلام بولي سيدنا عمرو، من يحفظ أحاديث سيدنا عمرو؟ أسلم الناس وآمن عمر، ده كلام من؟ بس يشهد له بإيه؟ الإيمان. ويقول عنه إنه من صالح قريش. يرسل النبي عليه الصلاة والسلام مرة ليؤمره على سرية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أبعثت لك، في معنى الحديث، لتسلم وتغنم. تروح السرية دي وتصيب من المال. قال يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال،
قال نعم الرجل الصالح للرجل الصالح، يعني أنت رجل صالح، فإذا رزقت مالا فهو نعم المال لمثلك. في مواقف كثيرة وأحاديث كثيرة في فضله رضي الله عنه، يصورونه في التحكيم ماكرا، هم بيتصوروا الصحابة شايفين بنظارتهم، هم اللي كاتبين دول كتبوا شايفين بنظارتهم، هم النظارة السوداء، نظارة المليانة مكر، النظارة التي يلبسها أصحاب القبور فاسدة، يتصورون الناس مثلهم. ما في أحد يسجد السجدة ولا يركع ركعة في مصر إلا وهي في ميزان حسنات مين؟ غير فتوح التي فتحها في الشام، ألم يكن من أمراء الأجناد؟ من اللي كان يختار؟ سيدنا أبو بكر. من اللي بعثه على سرية؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، انتبه، اوعى الهوى والخلل النفسي مسيطر على تصورك لهؤلاء الأماجد. بل قبل ذلك لو تكلمنا عن سيدنا عمر رضي الله عنه، كان يفقد الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الوحي. يكفيه توفيقا بعد كونه صحابيا خلاص شغل دينه طبعا، يكفيه توفيقا انه صار اميرا على الشام بتامير امير المؤمنين عمر بن الخطاب طول خلافه سيدنا عمر، مهما تعلمون من شده سيدنا عمر فيه، وكان لأدنى شيء يعزل الوالي. من الذي ولي الشام لعمر؟ مين؟ سيدنا معاوية. وما أدراك أن عمر كان يرى بنور الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام بين لو كان في أمتي محدثون لكان عمر ملهم. فيأتون يشوهون صورة هؤلاء السادة. طيب أنا لا أذكر التفاصيل، إنما أدلك على المسلك الذي تعرف منه هؤلاء الأماجد، تعرف ميزانهم من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، ومن خلال وقف الصحابة منهم ومعهم، ومن خلال ما تركوه في هذه الأمة من الفضائل. طيب موضوع التحكيم ايه؟ كانوا مجتمعين عشان يحكموا فيه. نقطة مشوهة، مليئة بالكذب. طيب ما ثمرة التحكيم؟ النتيجة التي انتهوا اليها اكذب من الاولى، ظلمات بعضها فوق بعض. ما السبب الداعي إلى التحكيم أصلاً غير موضوع التحكيم؟ ما السبب الداعي إليه؟ زي ما أنت بدأت تتعرف وترى شيئاً من النور عن هؤلاء الأماجد والأماثل والأفاضل رضي الله عنهم أجمعين، سترى شيئاً من النور حول نظام أو موضوع التحكيم، قصة اللي قاعدين التحكم فيها وثورته. لكن ليس اليوم، لأن المسألة ستطرح في مجالس التدريب إن شاء الله تعالى. نكمل ما بقي من أسطر. فقال قوله عليهم رضي الله عنهم فأكرمه الله تعالى في حفظهم، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه. يعني سيدنا علي أخبر، لأن من ضمن أحاديث الخوارج، على فكرة أحاديث الخوارج متواترة، قد نص أهل العلم على تواترها، حديث كثيرة جاءت من طريق عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، فمن ضمن من أخبر عنه سيدنا علي، فأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فضل من قتلهم أو قتلوه، ثم سيأتي في الأحاديث. تفضل.
واخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم فقتلوه، وقاتل معه الصحابه وصار السيف علي بن ابي طالب رضي الله عنه في الفوارق سيف حق الى ان تقوم الساعه. طيب ونبدا بس الان الشباب خاصه لا تكون ضيق الافق. كما قلت لك الاسلام خريطه، اعتبر الصبوره دي خريطه الاسلام كامله. انت شفت زي ما قلت لك التليفون اللي هو اللمس ده، انت لو جيت على نقطه معينه كده في صوره في التليفون وسحبتها كده يمين وشمال، ايه اللي هيحصل؟ النقطه هتملى الشاشه، النقطه هتملى الشاشه، يعني صوره لك في التليفون، صوره بالحجم الطبيعي خالص خالص، لو انت جيت على نقطه منها كده وكبرتها وكبرتها وملأت الشاشه، هيظهر في النهاية صورة شخص شيء مش هو. ما ينفعش أبدا تقول إن دي صورتي ولا صورتك، ما ينفعش. فوع برضه في الإسلام تعمل كده. داعش ولا غير داعش ولا بتوع إيران دول اللي فبقول لك ده ما بيطبقش الشريعة، ده الدستور بينص على تطبيق الشريعة، ده بيخلوا الحريم في الشارع. ما تاخدش النقطة دي وتيجي مليها موسعها وتغطي على بقية أعمال الإسلام، لا لا، شوفهم في بقية أبواب الدين. هو الخوارج والأشاعرة والماتريدية، أنت مفكر هم في كل أبواب الدين صفر؟ لا لا، هم خالفوا أهل السنة في مبدأ واحد أو مبدأين، فمن خالف هذا المبدأ صاروا من الضالين، مبدأ واحد فقط. خلي بالك، لكن بقية المبادئ 10 على 10. وعشان كده أختم بسؤال، عشان برضه المسألة ما تبقاش مشوشة في ذهنك. متى يكون الشخص خارجًا عن أهل السنة والجماعة؟ ركز، سأجيب لك إجابات مركزة، احنا ذكرنا قبل ذلك، لكن لاحظت إن بعض الناس أذهانهم فيها مشوشة بالنسبة للشباب الصغيرين. متى يكون الشخص خارجًا عن أهل السنة والجماعة؟ طائفة من الطائف، متى نسميها فرقة؟ السؤال البسيط خالص خالص خالص، إذا خرجوا عن الجماعة. مش النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الجماعة قال ما أنا عليه وأصحابي؟ يبقى متى يكون فرقة؟ متى يكونون فرقة؟ متى يكون شخص خارجا عن السنة؟ إذا خرج عن الجماعة. يأتي السؤال برضو، ما معنى الخروج عن الجماعة؟ قلنا الجماعة لا ترجع إلى معنيين، معنى علمي ومعنى عملي. المعنى العلمي ده مستمر على طول الخط، ما ينفعش يضيع من الدنيا لحظة، لكن المعنى العملي ده قد يكون غير موجود. فالمسلمون مثلا الموجودون في أمريكا يجب عليهم لزوم الجماعة ولا لا؟ يجب بالمعنى العلمي اللي هو لزوم اجماع الصحابة، اللي هو لزوم ايه؟ اجماع الصحابة. لكن المعنى العملي اللي هو حاكم يحكم أهل السنة وأصبح هنا وجود سياسي. المعنى ده موجود في عند كل مسلم على وجه الأرض ولا في بعض المناطق؟ طيب تمام. يبقى لما اقول لك رجع السؤال تاني، متى يكون الشخص خارجا عن اهل السنه؟ جيد، اذا فارق الجماعه. بما تكون مفارقه الجماعه؟ تقول لي تقصد الجماعه بالمعنى العلمي ولا بالمعنى العملي؟ اقول لك بما تكون مفارقه الجماعه بالمعنى العلمي. تقول خذ عد معايا. واحد، اذا خالفوا اهل السنه في اصل من اصول الاعتقاد. يبقى متى يكون الشخص خارج عن السنة؟ إذا خالف أهل السنة في أصل من الأصول. أضرب لي مثال، نضرب مثال، فلو كانوا يذهبون إلى أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار فقد خالفوا أهل السنة في أصل من أصول الاعتقاد. يعني الآن الله عز وجل في السارق أمرنا بقطع رقبته ولا بقطع يده؟ بقطع يده، لأنه مش كافر. بالك؟ طيب حاجة تانية، لو كان من أصولهم نفي صفات الله وتعطيلها كالجهمية فقد خالف السنة، خالفوا أهل السنة فأصل من أصول الاعتقاد. اثنين، إذا خالفوا أهل السنة في مصادر التلقي، مصدر التلقي اللي انت تاخد منه الدين، الكتاب، السنه، الاجماع، القياس بفهم سلف الامه،
فلو جاء وضع مصدر للتلقي زي الشيعة الرافضة الاثنى عشرية بتوع إيران، قال أنا باخد الدين من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة المعصومين، فيجعل أقوال الأئمة مثل الآية والحديث. أهل السنة كده؟ أهل السنة عندهم حد قوله كالآية والحديث؟ مفيش. فيخالف أهل السنة في مصدر التلقي فيجعل مصدرا للتلقي ليس من مصادر أهل السنة. غلاة الصوفية مثلا يقول لك من مصادر التلقي عندي الكشف والذوق. أقول لك الحاجة دي حرام، إزاي ده ربنا محللها؟ ده الصلاة خمسة. أقول لك أنا ما عدتش بصلي. ليه؟ بيقول لك كشف الحجاب لي وقال لي ما عدتش تصلي. في كده ولا مفيش كده؟ فجعل مصدرا للتلقي غير مصادر أهل السنة. يبقى لو سألتك وهنا سأل أحمد جودة في الآخر أقول له متى يكون الشخص مفارقا للسنة؟ هيقول واحد إذا خالفهم في أصل من أصول الاعتقاد. اثنين إذا خالفهم في مصدر المصادر التلقي، ضربت لك أمثلة على كل حاجة. ثلاثة إذا خالف إجماع الصحابة. فإذا إجماع الصحابة على مسألة مسائل الدين أو قول من أقوال الاعتقاد حتى المسألة مفردة فلا يجوز له أن يخرج عن إجماع الصحابة. فإن خرج عن إجماع الصحابة كان خارجا عن أهل السنة والجماعة. إن خرج عن مصادرهم في التلقي كان خارجا عن أهل السنة والجماعة. إن خرج عن أصل من أصول الاعتقاد كان خارجا عن السنة والجماعة. هذا أهم الأحكام الطبية الشباب عليه بتركيز عشان تاخد بالك. وأما الالتزام بالإسلام ليس نقطة، وإنما الالتزام بالإسلام منطقة، لأن حتى في جهة السلوك، معلش أنا طولت النهاردة بدون دقيقتين كمان، من جهة السلوك بعض الناس جعل الالتزام نقطة، جعل التزام اللحية والثوب الغير مسبل والسواك كلها من الدين، لكن هي تيجي عندها وتكبرها لغاية ما تغطي، فتجعل الشخص اللي مش عامل كده غير ملتزم، واللي عامل كده ملتزم دون النظر إلى بقية الأمور. يعني أنت ممكن تلاقي الآن رافضي خبيث، شيعي خبيث، ممكن تلاقيه ملتحم في سواك وفي ولا مفيش؟ في. هي دي النقطة اللي تغطي على كل شيء. الالتزام ليس نقطة وإنما منطقة يدخلها كثيرون. اختبالك اللي هو الأصل الالتزام بالسنة، الالتزام بمذهب أهل السنة والجماعة. دخلت بقى لابس بنطلون، لابس جلابية، لابس عمة، اختبالك الدرع واسع بتاع المال مش خطر، حالك دمنا كنا مش حالك دمنا، مش معنى كده نحط الدمن وان الدم ليس المسلم. انتبه ما تفهمنيش غلط، انتبه انا بقول لك ايه، لا تجعل الخريطة بس هي النقطة دي، لا احفظ هذه الكلمة حتى تفهم الالتزام ايه ليس نقطة وانما تقضى اهل السنة اصلاح الملتزم. ثم اهل السنة درجات، منهم الطائعون ومن العاصم ومن السابق والخير ومن الظالم لنفسه. تخلي بالك عشان كده، خلي بالك اوعى يكون عقلك ضعيف والناس اللي بيعملوا مش عارفه ايه صفاح. خلي بالك طبعا الكلام اللي مش هتعرف تكتبه انا قلته. طيب نكتفي بذكر، اسال عز وجل ان يمن رشدنا، يعني ندعو بدعائي الصالح الذي كان يقول اللهم انت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بفضلك عمن سواك، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تؤمن به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما اقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قولوا هذا واستغفر الله. يا احمد متى يكون الشخص خارجا عن السنه؟
واحد اصلا من اصول الاعتقاد او مصدر مصادر التلقي. يعني نرتب الكلمات، احنا كده بنلعب كلمات مبعثره، احنا كده بنرتبها. اذا خالف اصلا من اصول الاعتقاد او مصدر من مصادر التلقي او خالف اجماع الصحابه. جزاكم الله خير.